تفاصيل اللقاح الإماراتي المضاد لفيروس كورونا، وهذا موعد طرحه. تطور كبير أعلنت عنه وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، حيث سجلت أول لقاح عربي مضاد لفيروس كورونا، حيث أوضحت الوزارة أن اللقاح الجديد غير النشط ضد فيروس كورونا المستجد والخاص بمعهد بيجين للمنتجات البيولوجية. ووفقا لما ذكرته وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، فإن اللقاح الإماراتي الجديد تم اختياره لفترة زمنية ليست بالقصيرة. قامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة أبوظبي بمراجعة النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها شركة سينوفارم CNBG، حيث أظهرت تلك النتائج فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس كوفيد-19. وسجل الإقلاب المصلي معدل 99% من الأجسام المضادة المعادلة و100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض. وكذلك أظهرت البيانات عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه، ويعتبر ذلك خطوة مهمة نحو تصدي لجائحة كوفيد-19 في الإمارات، حيث يأتي قرار تسجيل اللقاح استجابة لطلب شركة سينوفارم CNBG الصينية. ويعبر هذا القرار عن ثقة السلطات الصحية الإماراتية في سلامة وفعالية هذا اللقاح. وقررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات سبتمبر أيلول الماضي توفير اللقاح تحت ترخيص الاستخدام الطارئ بهدف حماية العاملين في الخطوط الأمامية كونهم الأكثر عرضة لخطر العدوى بفيروس كوفيد-19. الإمارات تعلن 714 حالة شفاء جديدة من كورونا، وقامت دولة الإمارات بدراسة النتائج الإكلينيكية لما بعد ترخيص الاستخدام الطارئ الخاص بسلامة وفعالية اللقاح، حيث أظهرت تلك الدراسات الجارية نتائج مشابهة لما خلصت إليه المرحلة الثالثة. وحملة لأجل الإنسانية الخاصة بتجارب المرحلة الثالثة نجحت في استقطاب 31 ألف متطوع من 125 جنسية في دولة الإمارات، في حين أظهرت تجارب دراسة استخدام اللقاح في حالات الطوارئ حماية للعاملين في الخطوط الأمامية بالدولة على نحو فعال. وتشكل خطوة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بالتسجيل الرسمي لهذا اللقاح الذي ينتجه معهد بيجين للمنتجات البيولوجية استكمالا لمسيرة تهدف إلى حماية جميع سكان الإمارات، ويمهد الطريق نحو إعادة تحريك عجلة الاقتصاد على نحو المستقبل.